بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نلتقي مجددا للحديث عن ايه عجيبه من ايات كتاب الله العزيز قوله تعالى في سوره الرعد الايه 24 يقول ربنا عز وجل سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار الملائكة تهنئ أهل الجنة بالسلام في دار السلام سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار تستشرف النفوس المؤمنة تلك العاقبة الجميلة، تلك العاقبة اللطيفة، العاقبة الحسنة فنعم عقب الدار لتسمع هذا النداء لتسمع هذه التهنئه من الملائكه الكرام سلام عليكم بما صبرتم صبرتم في دار البلاء في دار الدنيا والدنيا دار الابتلاء دار الامتحان حدثناكم اخواني اخواتي ذكرت نفسي وذكرتكم وربنا يقول وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين بان الله عز وجل قد ابتلى صفوه الخلق وهم الانبياء وهم المرسلون هؤلاء ابتلاهم ربنا عز وجل كيف ابتلى اسماعيل وحينما حصل الابتلاء قال لوالده يا ابت افعل ما تومر ستجدني ان شاء الله من الصابرين سوره الصافات الايه 102 وكذلك ابتلى ابراهيم وكذلك ابتلى يوسف وابتلى ايوب انا وجدناه صابرا وابتلى موسى وعيسى ابتلى جميع النبيين وجميع المرسلين وابتلى محمدا صلى الله عليه وسلم وقال له ربنا عز وجل فاصبر وما صبرك الا بالله وقال في سوره الاحقاف فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الشريف الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل والله قد وعدنا بأن يبتلينا بما يشاء لا بما نشاء كيف ما شاء لا كيف ما نشاء متى شاء لا متى نشاء فقال ربنا في سورة البقرة في الآيتين 155-156 ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون آية ثلاثة في ستمثين نهضرد بالله ربي سبحانه يجرب مولهن تالسا يجرب الأنبياء يمشي يعني دي شقع خلقيث سويني كل يوني أسوشوتي ما أماكني سيدنا أيوب يعني مدرسة في الصبر ولد قوى المرحينين صفر <applause> سيدنا أيوب ومكلي جرب سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل سيدنا يوسف سيدنا عيسى سيدنا موسى سيدنا محمد لكن ما صلى الله عليه وسلم جميعا اجرب ربي سبحانه ذاغ يجرب في خلقي مرة ربي ذا كون جرب سوين فغيغ ماشي سوين تفغام، اكني فغيغ ماشي كني تفغام، إيه ملمي فغيغ ماشي ملمي فغام، مرحبا ستيك الشر ربي، لذلك ربي سبحانه اسلم ذاغ، إناد مدرزة لون المصيبة أديني إنا لله وإنا إليه راجعون، وربي سبحانه إناد إن الله مع الصابرين، أو قال لي صبرنا ربي يعني يفكس لجر ذم قران ويفكيس الدرجة علي ربي يذيلي يذسن ولكن لا يبسا ربي يهضر غير دم شاريلين الحال بوكا صفران ذي الدونيث ذي الاخر ثم شاتني جازي ربي سبحانه ادي صخر الملائكة ينساسيني وكا دي صفران سلام عليكم ذا هو السلام تلويث ذي الهنا دار السلام ذو خامن تلويث ذي الجنث سلام عليكم بما صبرتم أي نثاث ذي الدنيا تغلثهم ذي صبركم في الدنيا أدى بكم لنيل هذه الدرجة العالية لنيل هذا المقام السامق لاستحقاق هذه التهنئة الربانية الملائكية سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار يروى أن عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه أنه قال إذا ابتليت بمصيبة فرحت لها ثلاثا الفرحة الأولى أنها لم تكن في ديني سيدنا عمر بن الخطاب إناد مي جرف ربي سيون الاختبار سيون الامتحان سيون المصيبة أصفر ثلاثا ثلاثة ثم ذي الدينيو خطر ذي الأمور أنت الأمور كذا ولكن المهمة ذي الدينيس ليس لقناة الدين جبرانو الفرحة الأولى أنها لم تكن في الدين الفرحة الثانية أنها لم تكن أكثر مما كانت عليه يعني كما نقول هكذا ولا أكثر الفرحة في, السنة في قار ولا أكثر يعني خطر المصيبات مخالفة انت الدرجات انك أه يعني خطر أه المصيبه دياليين في اللي في سوسه أه ما يلان قرنيت المصيبه ثم قرانت ربي سبحانه يلطف أه أه ثقيل النعم من يظن تجد الفرحه في سنة انها لم تكن اكثر مما كانت عليه الفرحه الثالثه انه يفرح لاجرها للحسنات التي يجنيها باستقباله الحسن لما قدره الله عز وجل ويرضى بذلك وهذا هو الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره إن يك فرحص لا جريس خطر ربي سبحانه لا جر بغير حساب حيث يقول ربنا عز وجل في سورة الزمر في الآية العاشرة يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فالذي يتذكر هذا الوعد الرباني ووعد الله حق سيفرح لما أصابه لأنه سينال الأجر بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يروى أن الإمام الحسن البصري رحمه الله أصيب بمصيبه فكان فرحا بما أصابه فقيله لما تفرح قال حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها حسن البصري اسمي درزف لي يوث المصيف يعني قفلت سول يرضان لأن سمك كا إن اسمي دمشق لا جريس دم قران سوي يعني الضر ينس نغل ألم ينس القرح ينس أكا يتقبلن الانبياء اكيد قبل الصحابه اكيد قبل الصالحون يكو اين يدير زن في اللسن وكي نكني ذا قبل اين يدير في كان اللهم اجرنا في مصيبتنا أدنين انا إن لله وانا اليه راجعون ادنيني قدر الله وما شاء فعل اذا قلنا ذلك واستقبلنا قضاء الله عز وجل وقدره بذلك الاستقبال الحسن نسأل الله أن نكون ممن يسمع هذه التهنئة الربانية الملائكية في دار السلام سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وإلى لقاء آخر إن شاء الله وقدر أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه والسلام عليكم ورحمة الله